انا صراحه ودي احط ال 2080 هذا الار تي اكس بس لا كم سعر هذا؟ ال 2080 العادي 300 تي اي 400 لا اختي اي اختي اي اي بس قامت 400 بعد هذا اللي يكون انت شوف هذا الكرت اللي خليته بي اتماك بس يوسف الكرت يعني انا اشوفه عادي يعني 400 ليش فرق عادي مو فرق بينه وبين 1000 هو شوف شنو سالفته حق ال 4K يعني الحين لو يجيب لك 1080 تي اي احط لك 4K حلو ونجيب ال 2080 تي اي نحط 4K تشوف الفرق 1080 يا رجل ما في فرق يا رجل ال 1080 تي اي ماكل ال 2080 العادي طب انا بطل هاج سكيور والله عمل انا الكلام هذا سمعته يا الربع 1080 احسن يا رجل 1080 تي اي ملك الكرت قوي ماكل ماكل ال 2080 العادي بال 2K وبال 4K يعني مسوينا زبال اخلص اوكي دريشت عندك بالك دريشت الحمام بطل حلو كفو انا اشوف لك عندك ما ادري من مبطل الدريشه من تحت وكمان في احد؟ لا لا فوق خرعت وين هذا جايبني؟ في واحد بليله كنا ليجن ضرب بالك مارو سيف البرمى شيله شيله قسم بالله خراني والله والله سماعتي ما قاعد اسمع منها ولا شيء راس امي يا سماعتي سوى نزلت البرنامج رد كل اعذارات الاسطلي ما قاعد اسمع فيه دريشه الكونسل ليجن يلو ليجن يلو حد حط ليجن راح اطق لك اياه بس انطر اسبايرو اسبايرو ليجن جاكال طقيته روح له روح له لا تطلع مايك مره وين راح؟ راح الفيزا كنا لحظه دير بالك لوبي اظن لا لا مو لوبي انطر باقي الجاكر بس شافوا هوك هذيك